بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل دائما مع الدوال المثلاثية في هذا الفيديو رقم 6 إن شاء الله. كذلك نخصصوا لحلول تمارين. التمرين هذا طلبوا منا حساب القيم المضبوطة لجيب تمام أي كوسينوس وجيب سينوس الأعداد الآتية: بي على 6 ناقص بي على 6، 5 بي على 6، 7 بي على 6، ناقص بي على 6، ناقص 5 بي على 6، وناقص 7 بي على 6، و4 بي على 3. نبدأ بالقيمة بي على 6 أي سينوس بي على 6، هاي وراي بي على 6 يعني سينوس بي على 6 يساوي سينوس بي على 6 هاي. اذا ما راكش كيما تشوفوش مليح الشكل، ما تخلوش ديروا فول سكرين يعني كبر الشاشه الفيديو، ديروا في كامل الشاشه تشوف مليح. بي على 6 هاي الكسينوس تاعها 1 على 2 اي يساوي 1 على 2، وكوسينوس بي على 6 يساوي جذر 2 جذر 3 على 2 جذر 3 على 2. ننتقل الآن إلى العدد ناقص بي على 6، ناقص بي على 6، حيث سينوس هو ناقص بي على 6، هاو سينوس ناقص بي على 6 نديروها بين قوسين هكذا تساوي ناقص سينوس بي على 6، ناقص سينوس بي على 6. سينوس بي على 6 نصف، ناقص سينوس بي على 6 أي ناقص النصف، هاي هاي في الشكل ناقص النصف، إذن تساوي ناقص النصف. كوسينوس ناقص بي على 6 تساوي ماذا؟ تساوي كوسينوس بي على 6، بي على 6 تساوي ماذا؟ كوسينوس بي على 6. لاحظ أن ناقص بي على 6 وبي على 6 متناظران بالنسبة إلى محور الفواصل، ها متناظران بالنسبة إلى محور الفواصل، إذن يساوي ماذا؟ تساوي جذر 3 على 2. ننتقل إلى 5 بي على 6، 5 بي على 6 إذن سينوس 5 بي على 6 يساوي ماذا؟ وين راهي 5 بي على 6؟ ها هي 5 بي على 6، ها هي. إذن تساوي ماذا؟ تساوي سينوس بي على 6. لماذا؟ لأنهم متقابلين. لاحظ أنه 5 بي على 6 وبي على 6 متناظران بالنسبة إلى تراتيب، إلى محور التراتيب. لاحظ إذن لهما نفس السينوس أي تساوي سينوس بي على 6 يساوي النصف، كوسينوس 5 بي على 6 تساوي ماذا؟ كوسينوس 5 بي على 6 هاي كوسينوس تاعها، إذن تساوي ناقص كوسينوس بي على 6. كوسينوس بي على 6 جذر 3 على 2، ناقص كوسينوس بي على 6 هو هذا ناقص جذر 3 على 2 تساوي ناقص جذر 3 على 2. ننتقل إلى العدد الذي يليه 7 بي على 6، هاي 7 بي على 6، 7 بي على 6 إذن سينوس 7 بي على 6 تساوي ماذا؟ السينوس تاعها هو هذا يعني تساوي سينوس ناقص بي على 6 يساوي سينوس ناقص بي على 6 كما تساوي ناقص سينوس بي على 6، تساوي ناقص سينوس بي على 6 هو النصف، ناقص سينوس بي على 6 هو ناقص النصف، ناقص ماذا؟ النصف تساوي ناقص النصف. لاحظ معي
بالنسبة إلى 7 بي على 6 وناقص 7 بي على 6 أو ناقص بي على 6 عفوا 7 بي على 6 وناقص بي على 6 هما متناظرتان بالنسبة إلى ماذا؟ إلى التراتيب، إلى محور التراتيب. أما 7 بي على 6 وبي على 6 متناظرتان بالنسبة إلى المبدأ، لاحظ في الشكل، إلى مبدأ المعلم، متناظرتان بالنسبة إلى مبدأ المعلم. نكمل مع الكوسينوس. كوسينوس عفوا كوسينوس 7 بي على 6 يساوي كوسينوس لاحظ ها وراه يساوي ناقص كوسينوس بي على 6 ناقص كوسينوس بي على 6 كوسينوس بي على 6 وهذا جذر 3 على 2 ناقص كوسينوس بي على 6 وناقص جذر 3 على 2 يساوي ناقص جذر 3 على 2 ناقص بي 5 بي على 6 ناقص 5 بي على 6 هذا عدد سالب إذن في الاتجاه الغير المباشر أين تقع على الدائرة ناقص 5 بي على 6 أولا 5 بي على 6 أين تقع 5 بي على 6 ها هي 5 بي على 6 إذن ناقص 5 بي على 6 جي متناظرة معها بالنسبة إلى محور التراتيب إذن ها هي ناقص 5 بي على 6 إذا جينا في الاتجاه الغير المباشر ناقص 5 بي على 6 إذا رحنا في الاتجاه المباشر بي 5 بي على 6 لاحظ منا رحنا هكذا لحقنا هنا ومنا بدينا منا من الصفر لحقنا هنا ناقص 5 بي على 6 لاحظ هاي تنطبق فوق النقطة 7 بي على 6 اللي رحنا لها منا في الاتجاه المباشر تبع معي إذن هذه هي ناقص 5 بي على 6 يعني نفس السينوس ونفس الكوسينوس تاع 7 بي على 6 نفس السينوس ونفس الكوسينوس تاع 7 بي على 6 إذن ماذا نكتب سينوس دائما العدد السالب ديرو بين قوسين ناقص 5 بي على 6 يساوي ماذا لاحظ سينوس تاعها يساوي ناقص سينوس 5 بي على 6 ناقص لان سينوس 5 بي على 6 هو النصف ناقص سينوس 5 بي على 6 كما نقدر نقوله يساوي ناقص سينوس بي على 6 كيف كيف لاحظ ناقص 5 بي على 6 كذلك متناظرة مع بي على 6 بالنسبة إلى المبدأ مبدأ المعلم ومتناظرة مع 5 بي على 6 بالنسبة إلى محور الفواصل أي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص النصف كوسينوس ناقص 5 بي على 6 يساوي كوسينوس 5 بي على 6 نفس الكوسينوس لاحظ نفس الكوسينوس اللي هو هذا أي يساوي كوسينوس 5 بي على 6 يساوي ماذا ناقص جذر 3 على الاثنين وكنا عرفنا كنت بريتكم في فيديو تاع الدرس آخر فيديو في الدرس كيفاش خرجنا هذه النصف وجذر 2 على 2 وجذر 3 على 2 والناقص إلى آخره كنا عرفنا كيف خرجنا وكنا وضعنا كامل هذه النقاط على الدائرة سواء الاتجاه المباشر لوسونس ديريكت أو لوسونس ديريكت وبوزيتيف أو الاتجاه الغير المباشر لوسونس انديريكت لوسونس نيجاتيف نكمل مع ناقص 7 بي على 6 ناقص 7 بي على 6 ناقص 7 بي على 6 هيا أين يقع هذا ناقص 7 بي على 6 7 بي على 6 وين ها وراه يعني 7 بي على 6 كون نروحوا له في الاتجاه المباشر أي عندنا بي ونزيدوا لها بي على 6
بي ونزيد لها ماذا؟ بي على 6. انتبه مليح. لكن ناقص 7 بي على 6 نروحوا له منا كيف كيف، نروحوا له بالاتجاه الغير المباشر، نروحوا له منا بي ونزيد لها بي على 6. اذا ها هي ناقص 7 بي على 6 تجي متناظره مع اي ناقص 7 بي على 6 متناظره مع 7 على بي على 6 بالنسبه الى محور الفواصل. اذا سينوس ناقص 7 بي على 6 يساوي ناقص سينوس ناقص سينوس اي سينوس بي على 7 بي على 6 شحال تساوي؟ النصف، تساوي النصف. اما هذه السينوس تحجي هنا الفوق اي يساوي ناقص سينوس 7 بي على 6 اذا يساوي ناقص سينوس ناقص ناقص اذا يساوي النصف، يساوي ماذا؟ يساوي النصف اللي هو ها النصف. عندنا كوسينوس، عندنا كوسينوس عفوا 7 بي على 6 يساوي ماذا؟ يساوي ناقص كوسينوس 7 بي على 6 ها يساوي ناقص سينوس عفوا يساوي كوسينوس 7 بي على 6 ها هو الكوسينوس تاعهم اي يساوي ناقص جذر 3 على الاثنين. قلنا النقطه الاخيره هي 4 بي على 3 4 بي على 3 عفوا ها هي 4 بي على 3 ها هي. إذن نكتب سينوس 4 بي على 3 وش يساوي 4 بي على 3 أي يساوي ناقص سينوس بي على 3 يساوي ماذا؟ ناقص سينوس بي على 3 ها هو سينوس بي على 3 لماذا؟ لأن 4 بي على 3 وبي على 3 متناظرتان بالنسبة إلى المبدأ، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المبدأ. أما 4 بي على 3 و 2 بي على 3 متناظرتان بالنسبة إلى محور فواصل، 4 بي على 3 و 5 بي على 3 متناظرتان بالنسبة إلى محور التراتب. إذن هذه تساوي ماذا؟ تساوي ناقص سينوس عفوا ناقص سينوس بي على 3 أي سينوس بي على 3 هو جذر 3 على 2 إذن ناقص جذر 3 تساوي ناقص جذر 3 على الاثنين. كوسينوس 4 بي على 3 يساوي ناقص كوسينوس تاعها هاي عفوا هاو أي ناقص النصف إذن تساوي ناقص كوسينوس في على 3 لأن كوسينوس بي على 3 هو النصف إذا ناقص أي ناقص النصف يساوي ناقص النصف. أظن مع نفس التمرين شطر ب طلبوا منا حساب كيف كيف قيم أي السينوس والكوسينوس تاع الأعداد الآتية 120 بي 213 بي ناقص 128 بي وناقص 789 بي أي عندنا عددين موجبين وعددين سالبين. نبدأ ب 120 بي حيث سينوس 120 بي يساوي 120 بي وش معناتها؟ يعني عندنا 60 دورة 120 بي نقصد بها 120 نص دورة البي هي نص دورة 120 بي 120 نص دورة شحال عندك 60 دورة يعني هنايا قلع منا نبداو منا من صفر
ونديرو 60 دورة. هاد دورة واحدة اثناني وهكذا حتى العقول 120، يعني وين طحنا؟ فالصفر. يعني وين؟ فالصفر. ها هي 120 بي. إذن واش تساوي؟ تساوي سينوس الصفر. سينوس الصفر واش يساوي؟ يا أخي قلنا بلي هذا، عفوا هذا اللي بالأحمر الكوسينوس، هذا اللي بالأحمر كوسينوس، وقلنا بلي هذا اللي بالأخضر السينوس. بعد نعاود كان ربما ننسى، هذا اللي بالأخضر سينوس، هكذا نفهم صح. إذا احنا هذا السينوس صفر، سينوس صفر كيديروا اسقاط السينوس اللي بالاخضر، اذا ورانا فالصفر، اذا يساوي فالصفر. صفر الراديو نحسبه بالراديو شي درجة، الصفر المهم صفر. ها صفر واحد ناقص واحد، لماذا؟ لان كنا قلنا باللي السينوس ثيتا محصور بين واحد وناقص واحد، نفس الشيء بالنسبة لكوسينوس ثيتا محصور بين واحد والناقص الواحد. كوسينوس 120 بي شحال يساوي؟ اللي هو بالأحمر، هي من الصفر إلى الواحد، راهو قافل الواحد. نفس الشيء يساوي كوسينوس صفر يساوي الواحد، هكذا. عندنا 213 بي، 213 بي واش نقصدو فيها؟ يعني هذه عندنا 213 تعطينا 106.5، تعطينا كون نقسمو على اثنان تعطينا 106.5، اي نقصدو بها 106 دورة زائد نصف دورة. نصف دورة يعني دورة، وانا ندورو رانا ندورو حتى راس كيدور طيح لهنا 106 وتزيد لها النصف، وين طحنا؟ طحنا وين؟ هنا. وين؟ في البي، يعني هنا في البي هي 213 بي. اذا واش نكتبو؟ نكتبو سينوس 213 بي تساوي نفس الشيء سينوس البي. سينوس البي كون جينا نديرو اسقاط انا طحنا تساوي الصفر. كوسينوس 213 بي تساوي كوسينوس وراهي ناقص واحد، راهي في الناقص واحد، اي تساوي كوسينوس بي تساوي ناقص واحد. كم تشوفوا باللي ساهلة ماهيش امور ليست صعيبة عليكم. لا سيرانا درنا الله يبارك، خاصة أكدت، لاحظوا أني أكدت على الدوال الدائرية المثلاثية لأنها مهمة جدا للسنوات القادمة إن شاء الله. الآن نأتوا إلى العدد السالب اللي هو ناقص 128 بي. ناقص 128 بي، لو قلت لكم 128 بي، 128 لو قسمنا على اثنان شحال يعطينا؟ يعطينا 64 دورة، لكن في الاتجاه الغير المباشر، لأن ناقص في الاتجاه غير المباشر، أي ندور ونبدأ منا من الصفر في الاتجاه هذا الغير المباشر، الأخرين بدينا رحنا في الاتجاه المباشر، هذا لا منا ناقص هكذا ندور 64 دورة. وين نطيحو؟ نطيحو هنا يا في الصفر. إذا ماذا نكتب؟ سينوس، ودائما العدد السالب بين قوسين، ناقص 128 بي تساوي سينوس صفر. سينوس صفر تساوي الصفر، تساوي سينوس تساوي الصفر. كوسينوس ناقص 128 بي كوسينوس يساوي ماذا؟ يساوي كوسينوس صفر يساوي الواحد، يساوي الواحد، وهكذا. نكمل مع آخر عدد اللي هو ناقص 789،
لاحظ كاين عندنا اعداد زوجيه اعداد فرديه، عدد زوجي عدد فردي. لاحظ هذا فردي اي فيه كذا مندوره زائد النصف، كيكون العدد الفردي دائما زائد النصف. اذا جينا قسمنا 789 على 2 شحال تعطيني؟ تعطيني 394.5، يعني تعطيني 300، هذا يعني ان 394 دوره زائد نصف دوره زائد نصف، يعني في الاتجاه الغير مباشر لانه ناقص، يعني ندير 394 دوره نلحق هنا ونزيد النصف، اي وين نطيح؟ نطيح في بي او نطيح في ناقص بي، ناقص بي. ها اذا ماذا نكتب؟ سينوس ناقص 789 بي يساوي سينوس ناقص بي يساوي ناقص اي يساوي ناقص سينوس بي يساوي الصفر، كوسينوس ناقص 789 بي يساوي كوسينوس ناقص بي يساوي كوسينوس بي يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 1. لماذا؟ لأن البي إذا رحنا في الاتجاه المباشر ها هي ناقص بي، إذا رحنا في الاتجاه غير المباشر ها هي، يعني تنطبقان على بعضهما البعض. من نفس السؤال شطر جيم مطلوب منا حساب كوسينوس وكوسينوس عفوا للأعداد التالية. عندنا العدد الموجب عدد سالب أي 193 بي على 3 ناقص 193 بي على 3، 115 بي على 4 ناقص 115 بي على 4. أولا عندنا 193 بي على 3، نجي نقسم 193 على 3 تعطيني في الحسيبة 64.33، أي 193 يساوي 64 في 3 زائد 0.33 في 3 تعطيني ماذا؟ تعطيني 0.99، يعني بالتقريب 1، إذن زائد 1. ومنه 193 بي على 3 تساوي 64 بي، 64 بي زائد بي على 3 يعني 32 دورة ونزيد لها بي على 3، أي ننطلق من صفر 32 دورة لأنه 64 نصف 64 بي تقسيم 2 32 32 دورة نلحق هنا ونزيد لها بي على 3، أي هنا يقع لنا هذا 193 بي على 3 ها هي وين بلاصتو فوق بي على 3. إذا ماذا نستطيع كتابة؟ لاحظ ماذا نكتب بعد ما حسبناه وصبناه وين يقع هذا؟ خلاص دوك نقدروا نكملوا بكل سهولة. إذا سينوس 193 بي على 3 تساوي سينوس العدد اللي صبناه أي 64 بي زائد بي على 3 تساوي سينوس بي على 3 لأنه جاي فوقه بالضبط، سينوس بي على 3 هي جذر 3 على 2 أي يساوي جذر 3 على 2. لاحظ أنها بكل سهولة خلاص الآن تبدأ تتمكن في هذه. واش تفكرك في أي قاعدة كنا درناها هذيك؟ فاش تفكرك؟ تفكرك في القاعدة اللي كنا درناها في الفيديو تاع الدرس، سينوس إكس زائد 2 كا بي تساوي سينوس إكس. تقول لي الإكس، الإكس يعني هنا سينوس
كنا نترجم على عفوا نديرها بالاخضر قلم رصاص، يعني لاحظ كون نقول سينوس الاكس شكون هي؟ هي بي على 3، بي على 3 مادام الجمع تبديلي معليش، زائد 2 بي كا، يعني زائد حاجه مضروبه في اي زائد 32 في 2 بي. هكذا نترجم هذه الكتابه، هكذا نترجم هذه الكتابه، ها هو القانون. حتى ولو ما فهمتوش في الدرس في الفيديو تاع الدرس، هنا في التمرين ان شاء الله تكون فهمتوا جيد جدا. اذا نواصل مع الكوسينوس. كوسينوس 193 بي على 3 يساوي نفس الشيء كوسينوس 100 اي كوسينوس 64 بي زائد بي على 3 نفس الشيء كوسينوس بي على 3. كوسينوس بي على 3 وشنو هو؟ النصف. لاحظ كوسينوس بي على 3 يبقى هو يساوي النصف. في ماذا تفكرون؟ هذه كذلك في ماذا تذكرون؟ تذكرنا بالقانون اللي قريناه في الدرس، كوسينوس اكس زائد 2 ك بي يساوي كوسينوس اكس، اي نقدر نترجم هذه كوسينوس بي على 3 زائد 32 في 2 بي هكذا تساوي كوسينوس بي على 3. الان عندنا ناقص 193 على 3، هنا ما كان نتعب روحي، ناقص 100 يعني هذا العدد ناقص 193 بي على 3 ما كان له تشقي روحك وتظل تحسب، حاجة سهلة. ها سينوس عفوا قلم أزرق، سينوس بين قوسين دائما العدد سالب، 100 ناقص 193 بي على 3 يساوي ماذا؟ يساوي ناقص سينوس العدد الموجب، ناقص سينوس 193 بي على 3 أي يساوي ناقص سينوس بي على 3 يساوي ناقص جذر 3 على 2. ها ناقص سينوس، ها هو السينوس جذر كذا، يعني راهو هنايا، لاحظ راهو لهنا. إذا لاحظ وين جاي؟ جاي هنايا هذاك العدد، ها هو وين جاي، الناظير تاعو بالنسبة إلى محور الفواصل، يعني هنا إكس، هنا إكس، هنا ناقص إكس، ها هي. إذا نقدر نكتبو هنا ناقص العدد ناقص 193 بي على 3، ها هي بلاصتو. عندنا كوسينوس العدد ناقص 193 بي على 3، لاحظوا كي في التمارين اللي جازوا في فيديوهات السابقين كي يعطونا عدد سالب واش نديروا؟ نروحوا للعدد الموجب، عدد الموجب ومن بعد الظروف نروحوا بالاتجاه الغير المباشر. هذا ما كان هنا، ما دام حسبنا العدد الموجب خلاص راهو هذا راهو في يدينا خلاص، اي يساوي ماذا؟ هذا الكوسينوس تاعو، لاحظ الاسقاط نفس الكوسينوس تاع العدد الموجب نفسه، ها اذا يساوي الكوسينوس ماشي ناقصه لانه نفسه، لانه الاول ها هو راه ناقص هذا، لا لا نفس الاسقاط، هاوليك نفس الاسقاط، لاحظ نفس الاسقاط كي دير نفس الاسقاط ها هو العدد، ها متفاهمين ان شاء الله. اذا نوصل كوسينوس 193 بي على 3 يساوي ماذا؟ كوسينوس بي على 3 يساوي النصف، هاي نوصل مع العدد 115 على بي على 4، اعطوني الوقت نمسح السبورة هكذا، يعني ما حبيتوش تحشب واحد فيكم ينوض يمسح السبوره، معليش معليش غير فرحونا وقرا معليش. هاي
عندنا هذا 115 نشوفوا وين يقع الشيخ على 4، نقسموا هذيك 115 على 4 تعطينا شعال 28.75. إذن 115 تساوي 28 في 4 زائد، نشوفوا الباقي 0.75 في 3 تعطينا 3 في 4 عفوا تعطينا 3 زائد 3، هذا يسموه الباقي. ها الباقي صح. إذن 115 في على 4 تساوي ماذا؟ 28 في زائد، نجيبوا هذه الثلاثة نحطوها في بلاصة 115 زائد 3 بي على 4 زائد ماذا؟ 3 بي على 4، يعني نديروا 14 دورة، ننطلقوا من الصفر 14 دورة نعاودوا نولوا للصفر ونزيدوا 3 بي على 4، إذا يقع هنا هنا أي 115 بي على 4. والله يعني إن شاء الله غير تبدأوا من ممارسة تاع التمارين الدائرة المثلثية تبدأوا تلعبوا بها اللعب، يعني كي تلحق السنة الثانية التيرمينال تبدأ على بالك وراء ومقسمة، لاحظ أنها مقسمة إلى مربع، الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع لي كادغون كادغون 1 2 3 4، تبدأ تلعب لعب ما كاش في السنة الثانية كذلك. إن شاء الله كي نتلاقاو لا ربي طولنا في عمرنا إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله نقول لكم قبل ما نبدأ وروح راجع لي الفيديوهات تاع السنة الأولى وروح نكملوا إن شاء الله وتشوفوا باللي تبدأ تصيب روحك تلعب بها لعب بإذن الله إن شاء الله. إذن الآن بعد ما عرفنا وين راح جاية وروحوا نديروا السينوس والكوسينوس تاعها، هاي بانت لنا يسمى راهي سهلة، راني نقول لك سهلة. سينوس تاع الكوسينوس كيما تاع 3 بي على 4، يعني ما عندكش إشكال. سينوس نقصو في القلم 115 بي على 4 يساوي سينوس ماذا؟ 28 بي زائد 3 بي على 4 هكذا، أي تساوي سينوس 3 بي على 4. شوف لي في الشكل وين راه، هيا شوفي شوفي انتبهي انتبه وراه ها هوليك ها بالأحمر جذر 2 على 2 كما يساوي سينوس بي على 4 نفس الشيء، يعني 3 بي على 4 وبي على 4 متناظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب. نواصل مع الكوسينوس، كوسينوس 115 بي على 4 يساوي كوسينوس نفس الشيء 28 بي زائد 3 بي على 4 هكذا، يساوي نفس الشيء الكوسينوس تاع 3 بي على 4 يساوي هبط تشوف لهنا وين راهي، ها هو ناقص جذر 2 على 2 ناقص جذر 2 على 2، قلنا ناقص 115 بي على 4 ناقص 115 بي على 4 وين راح يكون؟ يعني باين باللي راح يكون هنا فوق ناقص 3 بي على 4، ها هي يعني ناقص 115 بي على 4. سما بداو يبانوا لك الخبايا تاع الدائرة المثلثية اللي تخاف منها الناس، بداو يبانوا لك أسرارها باللي ما كان والو ما تخلعنيش إن شاء الله، باللي لاحظ أن الرياضيات كأن رانا نلعبوا في لعبة دائرة ورانا نلعبوا، هذا مكان رياضية توا راك حاسب.
احنا المكان يا ابنائي بناتي ابنائي، هذا هي الرياضيات هاي اللي تعرف برك. العب كأنك راك تلعب في الجو، كيما تحكم البلاي ولا تحكم الاكس بوكس ولا في الميكرو راك تلعب في الجو. انا ثاني رانا نلعبوا في الجو بالدائره المثلثيه، بيكون في علمكم باللي هذوك لي جو اللي راكم تلعبوا فيهم لا كونسيبسيون دي جو لو لونغاج ماشين اللي خدموا به ها، يعني الخوارزميات لي زالغوريتم الى اخره. منين جاوا؟ جاوا من هذا الانطلاق من البدايه هذه، اي من الرياضيات. انت تلعب وتعرف، لكن الرياضيات ما درنا والو، لكن اللي صنع الجو هذاك راهو مخ في الرياضيات، يعني قرا الرياضيات ودار الجو هذاك وراه يربح الملايير باش تكون في الصوره، ماشي واحد جا من برا ودار الجو. نكملوا، مادام عرفنا السينوس تاع العدد الموجب، اذا العدد السالب سهل، ها هو سينوس ناقص 115 بي على 4 يساوي ناقص سينوس 115 بي على 4 ها نفس الشيء، تساوي ناقص سينوس 3 بي على 4 يساوي ناقص جذر 2 على 2، يعني ها هو السينوس تاعها، يعني العكس تاع هذا. ها نوصلوا مع الكوسينوس، كوسينوس ناقص 115 بي على 4 يساوي ماذا؟ لاحظ انه كوسينوس تاعهم نفس الشيء، لاحظ انهما متناظرتان بالنسبه الى محور الفواصل، العدد السالب والعدد الموجب هذا متناظرتان بالنسبه الى محور الفواصل، عندهم نفس الكوسينوس ها، عندهم ماذا؟ نفس الكوسينوس اللي هو ناقص ها هو عفوا ناقص جذر 2 على 2، اذا نقدروا نكتبوا يساوي كوسينوس 115 بي، يعني عندهم نفس الكوسينوس على 4 يساوي كوسينوس 3 بي على 4 يساوي ناقص جذر 2 على 2، حيث سينوس ناقص 115 بي على 4 يساوي كوسينوس ناقص 115 بي على 4 يساوي ناقص جذر 2 على 2، أي عندهم نفس القيمة. أعزائي أبنائي بناتي، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.